باسم الأحرار، باسم 73، باسم يناير الثوار، باسم الملايين اللي في 30 يونيو اختاروا. أتحدى اللي يقول لا لما المصري يختار، باسم 23 يوليو وباسم الأحرار، باسم 73، باسم يناير الثوار، باسم الملايين اللي في 30 يونيو اختاروا مصر. أتحدى اللي يقول لا لما المصري يختار. بسم الله العدل الحق وباسم الشهداء واحد واحد الاس، مصر في عز العتمة هيطلع ليها قلب النار. وكمان باسم عروبة اللي بجد كانت قوي أبطال عن جد، ما بخافش وانا اخواتي في ظهري واخواتي العتمة هيطلع ليها قلب النار. يا احنا في الحقيقة في منتهى السعادة لليوم دوت، ده مظاهرة مش استفزاز. وفي نفس الوقت احنا يعني كأننا في عرس ثانوي. احنا جينا النهاردة عشان ندي صوتنا في الاستفتاء على الدستور، والتأمين كان حلو جدا على الباب، الجيش والشرطة واقفين، وجوه في المدرسة في جيش برضو، واللجنة فيها نظام طوابير حلو خالص. ودخلنا ادينا صوتنا، انا عن نفسي ما خدتش اكتر من 10 دقايق، كنت اديت صوتي وخلصت ونعمل الدستور. فده كل السيدات لما نادانا امبارح وقال سيدات مصر الام والابنه والحفيده تنزل، فاحنا لبينا الندى. لما تقول حاجه بتفضل على قولها، بلدي ده انا اموت ولا اني اضيع منها شف، وان كان لسه في عمري باين برضه اسيبه لها. بسم الله العدل الحق وباسم الشهداء واحد واحد الاسم، مصر في عز العتمة هيطلع.